السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. فهي الفيديو أنا هتكلم على إنك كيف تقدر تفتح حساب على استرايب باعتباره حساب شخصي. أنا مجهز لك كتاب مبسط أنت ممكن تقوم بتحميله من خلال الضغط على رابط في وصف الفيديو. لما تدخل على الرابط هتجد صفحة بتاعت هبوط، أنت مفترض تدخل اسمك والبريد الإلكتروني عشان تصلك رسالة في البريد الإلكتروني بتحتوي على الكتيب. الكتيب ببساطة بيشرح لك خطوة بخطوة كيف انك انت تقدر تفتح حساب على وايز كبنك الكتروني والحساب يكون شخصي، والخطوة البعدية كيف انك تقدر تربط الحساب الشخصي ده وتقوم بانشاء حساب على استرايب باعتبار استرايب شخصي مع شركة، والخطوة البعدية انك انت تقوم بانشاء حساب على باي بال بنفس الحساب المصرفي على وايز. يعني ببساطة هي الكتيب ممكن نعتبره دليل أو طريق أنت ممكن تتبعه، وأنا شارح فوقه خطوة بخطوة وماخد لك سكرين شوت لأي خطوة أنا بتبعها. الكتاب ببساطة مجاني، أنت بس مفترض تدخل على الرابط اللي هتجد في وصف الفيديو، وبعد تدخل على الرابط تقوم بإدخال بياناتك اسمك وبريد إلكتروني وتصلك رسالة هتحصل على الكتيب مجاني. ما تنسى انك تعمل اعجاب بالفيديو والمتابعة للقناة عشان يصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنشره على القناة. السلام عليكم.